ومن بغداد ينضم إلينا مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي، أهلا بك معنا في تغطية التلفزيون العربي. في البداية سيد حسين، ما الذي أبلغه العراق إلى القائم بالأعمال الأمريكية الذي استدعاه اليوم لتبعات الضربة الأمريكية على العراق؟ يعني اكيد الحكومه العراقيه ووزاره الخارجيه العراقيه على وجه الخصوص قد قدمت مذكره احتجاج الى الجانب الامريكي والى جانب نائب السفير الامريكيه هنا في العاصمه بغداد، وهذه حقيقه هو ردا على العدوان وكذلك مس السياده الوطنيه العراقيه واستهداف مقرات للقوات الامنيه العراقيه، وهذا بالتالي ما يعني حذرت منه الحكومه العراقيه في العديد من المرات، لان استمرار هذه الهجمات يهدد الامن والاستقرار ليس فقط في العراق وانما يهدد المنطقه، ولذلك عمليه تصفيه الحسابات وعمليه المواجهات الاقليميه والدوليه يجب ان تجري خارج الاراضي العراقيه، لانها تهديد للامن والسلم من جهه، وكذلك تهديد للسياده الوطنيه العراقيه، وتهديد كذلك وتقويض لدور الحكومه العراقيه التي لعبت دورا كبيرا، يعني منذ ازمه غزه ولغايه الان هي ليلا نهارا يقوم السيد رئيس الوزراء الاستاذ محمد شيع السوداني باداره هذه الازمه العميقه، ان كانت بالاتجاه الاقليمي وكذلك بالاتجاه على الساحه العراقيه، كون ان الاراضي العراقيه قد تاثرت بهذه الازمه تاثر كبير جدا، وبالتالي عمليات الاستهداف يعني هي تحدي، وهذا التحدي يجعل الحكومه العراقيه تعمل ليلا نهارا وكذلك تمضي بانهاء وجود التحالف الدولي والذي انتهت مهامه وكذلك مساره في العمل في العراق بعد قرار السيد رئيس وزراء في 5 كانون الثاني 2024، وهذا ما عملت طبعا عليه اجتماعات اللجنة العسكرية العليا من قبل جانب القوات الأمنية العراقية وكذلك من قبل جانب دول التحالف الدولي، ولكن بالمقابل هذه الضربات تؤثر على هذا المسار، ولذلك الحكومة العراقية تعمل على متابعة والتزام إنها تركت مواجهة التنظيم الإرهابي داعش ومنها قضية إنهاء وجود التحالف الدولي. سيد علاوي، قبل أن نذهب إلى الغوص أكثر في موقف الحكومة العراقية، عندما ننظر إلى وصف الولايات المتحدة للضربات هناك حديث عن حملة وأنها لن تكون الضربة الأخيرة، هل هناك خشية عراقية من أن تطول الحملة الأمريكية على العراق وأن لربما تذهب إلى ما هو أعنف من الضربات التي شاهدناها بالأمس؟ يعني أكيد الحكومة العراقية تعمل على تأمين صيانة الأمن القومي العراقي وتأمين كذلك الأراضي العراقية وتأمين المواطنين العراقيين من مواجهة هكذا تحديات وتهديدات أمنية للأمن والاستقرار، العراقيين ينشدون الآن التنمية والاستقرار والتقدم، وبالتالي الرجوع مرة أخرى إلى هكذا حالات تهدد الأمن القومي العراقي وتهدد كذلك المنشآت العسكرية العراقية هو تحدي، وخصوصا على المسار الحدودي، وهذا بالتالي ما يؤثر على مسارات التجارة الدولية، مسارات مكافحة الإرهاب، مسارات مكافحة المخدرات وغيرها حقيقة من التحديات الموجودة على الحدود العراقية الدولية، ولذلك ما يهمنا هو إبعاد العراق عن هذه الصراعات من جهة، وعدم انزلاق العراق كذلك بهذه الصراعات الإقليمية والدولية والتي يراد منها تصفية حسابات فيما بين أطراف إقليمية ودولية. سيد علاوي، فيما يعنى بالموقف العراقي، كذلك رئاسة مجلس النواب العراقي قالت إنها ستعقد جلسات طارئة لبحث كيفية وضع حد لما وصفته باستخفاف لا يمكن قبوله، ما هي الخيارات الآن أمام العراق إذا كان الشق السياسي الدبلوماسي لم ينجح في منع الضربات الأمريكية؟ لا، هو الأساس الآن أن ننهي مسار التحالف الدولي وننتقل بالعلاقات الدولية للعراق في إطار دول التحالف الدولي المتشاركة في التحالف إلى علاقات ثنائية، والعودة إلى دولة طبيعية للعراق تعيش حياتها طبيعية بدون حرب بدون صراع، كون أن الحرب قد انتهى وقتها، وأن مسار الاستقرار والتنمية فيما يخص الساحة العراقية قد بدأ وقاده السيد رئيس وزراء الأستاذ محمد شيع السوداني نحو مسارات متعددة، وهذا بالتالي ما يجعل حقيقة قرار البرلمان في 2020 يطبق بصورة صحيحة جدا ويطبق بصورة مؤسساتية من قوة القوات المسلحة العراقية وقدرتها كذلك على إدارة مستلزمات الأمن القومي وصيانة
السيادة الوطنية، وكذلك بالمقابل مواجهة هذا الإرث الذي ورثناه سواء في عملية محاربة التنظيم الإرهابي داعش والانتصار عليه، وكذلك بالمقابل مسار دعم الاستقرار السياسي والتنموي، وكذلك بالمقابل الأمني. وهذا بالتالي ما له متطلبات أساسية يقوم السيد رئيس الوزراء بالتأسيس لها، سواء بتطوير قدرات القوات المسلحة العراقية، سواء بتطوير قدراتها التدريبية، سواء بقدراتها التسليحية، وسواء كذلك بتمويلها من المالية الخاصة بالموازنة الاتحادية. وهذا بالتالي هي المسارات التي تعمل عليها الحكومة العراقية، بالإضافة إلى الاهتمام يعني مسارات تنظيم البنى التحتية الخاصة بقطاع الأمن، سواء المخافر الحدودية أو كذلك الشريط الحدودي العراقي السوري، وكذلك الشريط الحدودي مع إيران وكذلك تركيا. وهذا بالتالي ما يقي العراق كل هذه التحديات التي ورثناها من الحكومات السابقة ومن كذلك الفترة ما قبل 2003. هلا يجب أن يكون هذا في نقطة أخيرة سيد علاوي، يعني مسألة تحييد العراق مرتبط بفكرة أن القرار العسكري في أي خطوة من الخطوات يجب أن يكون حصرا بيد الحكومة. يعني أمريكا قالت في بيانها أنه استهداف لمقر لجماعات تابعة للحرس الثوري الإيراني، وهناك موقف واضح للجماعات المسلحة في العراق على أثر ما يحدث من عدوان إسرائيلي على غزة، وهذا سيستمر طالما أن العدوان مستمر بحسب مواقف كثيرة رأيناها من جماعات في العراق. كيف ستتعاملون مع هذا الواقع؟ يعني أولا لا يوجد هنالك أي تعاون في مجال وجود مقرات للحرس الثوري الإيراني على الأراضي العراقية، وما حدث أن هنالك كانوا مستشارين عملوا مع القوات الأمنية العراقية لحظة سقوط الموصل في عام 2014 مع هيئة الحشد الشعبي، وكذلك بالمقابل عملت القوات المسلحة العراقية مع التحالف الدولي ومستشارين من التحالف الدولي الذين هم ما زالوا موجودين وننهي وجودهم خلال المرحلة المقبلة من خلال اللجنة العسكرية العليا، وكذلك الفريق التنسيق الرباعي الذي هو فريق استخباري من دول أربعة، وكذلك كان يعمل من العراق وإيران وكذلك روسيا وسوريا من أجل مواجهة التنظيم الإرهابي داعش. كل هذه المراحل التي مرت على القوات المسلحة العراقية قد انتهى دورها، والآن هنالك صعود للقوات المسلحة العراقية بصورة كبيرة كونها القوات المنتصرة على الأرض والقوات التي هي تدير الأمن والاستقرار في البلاد، وبالتالي كل ما يدار حقيقة أو يعني أنه يمضي باتجاه عملية استهداف لمقرات أمنية على الشريط الحدودي أو كذلك بالمقابل على المدن وكذلك الأقضية الحدودية، وهذا هو التحدي الذي يريد السيد رئيس وزراء أن يبعده عن الأراضي العراقية ويبعد كذلك تهديداته أن يجعلها مسيطر عليها، وكذلك بالمقابل تقويض هذه التهديدات من خلال الأداة السياسية، وكذلك بالمقابل الحوار الدبلوماسي الذي سينهي كل هذه التحديات ويفكك هذه التركة التي ورثتها الحكومة العراقية. شكرا جزيلا لك مستشار رئيس الوزراء العراقي حسين علاوي، كنت معنا من بغداد.